المسيح ولد فمجده، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتلي للرب أيتها الأرض كلها. أيقونة الميلاد ليست صورة فوتوغرافية للحدث، إنما لاهوت الكنيسة مجسدا بالألوان والخطوط. هي إنجيل مفتوح يظهر حدث التجسد الإلهي والخلاصي تحت سماء واحدة. تجتمع الأحداث دفعة واحدة في أيقونة الميلاد، لا يفصلها حدود الزمان والمكان، فالأيقونة كنافذة إلى الملكوت تسقط مفهومنا الأرضي للزمان والمكان، ولا يبقى إلا عظمة السر المعلن. عظيم سر التقوى، الله ظهر بالجسد، يقول بولس الرسول. حضور والدة الإله في أيقونة الميلاد عنصر أساسي، فللمسيح ميلادان بحسب تعبير القديس غريغوريوس، الأول من الآب بلا علة ولا زمن، والثاني من البتول في زمن لكن فوق نواميس الطبيعة، إذ حبل به من الروح القدس وليس من زرع بشري، والولادة كانت بتولية. كلا الميلادين لا يسبر غورهما العقل البشري. من هنا تأتي عظمة والدة الإله خادمة سر التجسد الإلهي. نراها في الأيقونة، في مركز الأيقونة وبحجم كبير، دلالة لاهوتية على أهميتها ومكانتها في السر العظيم الذي دخلت إليه بطاعتها وتواضعها لتصير أما للخالق، ولتصبح هي ذاتها أيقونة لخلاص البشر. هي الأقرب إلى المسيح في الأيقونة، وهذه إشارة ثانية أيضا على أهميتها ومكانتها في التدبير الخلاصي الصائر بالتجسد، ويظهر مقدار مساهمتها في ولادة المسيح وولادتنا نحن روحيا أيضا. أهمية والدة الإله في الأيقونة يأتي من اسم الأيقونة باللغة اليونانية يينيسيس، التكوين، بنفس اسم السفر الأول من الكتاب المقدس بعهده القديم، كتاب التكوين، وهو إشارة واضحة وصريحة إلى أن الميلاد يتخطى موضوع عيد ميلاد المسيح، إنه إعادة خلق بيسوع المسيح آدم الجديد. والعذراء والدة الإله هي حواء الجديدة التي انحنت أمام المشيئة الإلهية لتلد بعذريتها أيضا نسلا جديدا بفعل الروح القدس. العذراء مستلقية وسط جبل وكأنها جزء منه، إشارة لكونها الجبل الذي يتحدث عنه الأنبياء، الجبل الذي اقتطع منه حجر من دون يد، والجبل الذي يأتي منه أو تنبت فيه الحياة الجديدة والشريعة الجديدة. وهذا ما تعبر عنه تراتيل سحر الميلاد أراميس العيد، لقد خرج قضيب من أصل يسى ومنه نبت زهرة من جبل مظلل مدغل، وأتيت متجسدا من البتول. هذا الحدث يتجاوز إمكانية الفهم ويترك المؤمن للوهلة الأولى مندهشا وحائرا كيوسف في أسفل الأيقونة. العذراء مستلقية ونظرها متجه نحو المؤمنين لتدخلنا في حوار صمت وتأمل وصلاة، فهي التي كانت تحفظ كل شيء في قلبها وتتفكر به. الشفاه عاجزة عن الوصف، كيف البتول العذراء تصبح أما للإله وكيف الإله يصبح إنسانا. استلقاء العذراء في الأيقونة إشارة إلى أن ولادتها ولادة حقيقية وليست خيالا ووهما، رغم بقائها بتولا قبل الولادة وأثناءها وبعدها، والولادة كانت بلا ألم.
نرى العذراء بالأيقونات الأقدم للميلاد لا تحتضن ابنها ولا تنظر إليه، بل تنظر وهي مستلقية إلى الأفق إلى المؤمنين، وهذا تعبير أن ابنها هو لكل البشرية وليس لها فقط. وهذا وجه آخر لأيقونات العذراء بحسب التقليد الأرثوذكسي، حيث تحمل العذراء بيدها ابنها وتشير إليه باليد الأخرى، وعيناها تتجهان إلى المؤمنين لتقول بإشارة يدها ونظرة عينيها: هذا هو ربكم وفاديكم ومخلصكم. العذراء هي الأقرب إلى السيد، لأنها هي من أعطته جسدا من جسدها ودما من دمها. هي هديتنا نحن البشر للإله المتجسد. تقول تراتيل الميلاد: ماذا نقدم لك أيها المسيح لأنك ظهرت على الأرض إنسانا لأجلنا؟ فكل فرد من المخلوقات التي أبدعتها يقدم لك شكرا، فالملائكة التسبيح والسماء الكوكب والمجوس الهدايا والأرض المغارة والقفر المزود، وأما نحن فأما بتولا. العذراء تستلقي على قماشة حمراء، واللون الأحمر بحسب القديس ديونيسوس الأريوباغي يشير إلى الحياة، فهو لون الدم، والدم في مفهوم العهد القديم مرادف للحياة. وهذه القماشة الحمراء على شكل حبة القمح، والقمح يشير إلى المسيح. هذا لتقول لنا الأيقونة أن العذراء هي أم الحياة، وكما كانت حواء الأولى أم الحياة، فالعذراء حواء الثانية هي أم الحياة الجديدة التي بالمسيح الإله. لباس والدة الإله في الأيقونة، وعلى خلاف ما كانت تلبس في حياتها الأرضية المتواضعة، هو البرفير الملوكي الموشى بالذهب، تحقيقا لنبوءة المزامير: قامت الملكة عن يمينك متشحة بحلة مذهبة. أما النجوم الثلاثة على رأس وكتفي العذراء فهي العلامة الدائمة لبتوليتها قبل وأثناء وبعد الولادة. العذراء في أغلب أيقونات الميلاد تنظر إلى المؤمنين من خلال نظرها إلى القابلة التي تغسل الطفل المولود، وهي إشارة لكونه طفل حقيقي، ردا على الهرطقات التي تحتقر الجسد لكونه مادة، وتدعي أن المسيح لم يأخذ جسدا حقيقيا. الغسل في الأيقونة إشارة قوية للطبيعة الإنسانية التي اتخذها المخلص بتجسده. هكذا يختصر حضور والدة الإله في أيقونة الميلاد بترتيلة سحر العيد: اليوم العذراء تلد فائق الجوهر، والأرض تقرب المغارة لمن هو غير مقترب إليه، والرعاة مع الملائكة يمجدون، والمجوس مع الكوكب في الطريق يسيرون، لأنه ولد لنا صبي جديد وهو إلهنا قبل الدهور. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أشرق نور المعرفة في العالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل.